مرحبا من جديد. اليوم سنكمل نشاط قصة الطاووس وعطوس من كتاب عقود الحروف، وسنستمع مرة ثانية إلى هذه القصة، ومن ثم سنجيب عن بعض الأسئلة. اتفقنا؟ إذن هيا بنا. الطاووس وعطوس. هرب الطاووس من حديقة الحيوانات فيما كان الحارس غافياً. راح الطاووس يسير على الطريق بين السيارات وهو يرفع الرأس عالياً ويفتح جناحيه الملونين. دخل دخان السيارات في أنف الطاووس، ضاقت أنفاس الطاووس وراح يعطس، فسماه الناس عطوس. ركض الحراس وراء عطوس، صار يركض بين السيارات ويفتح جناحيه ويغلقهما. توقف عدد من السيارات ونزل الأولاد يتفرجون على عطوس. فجأة صدمت سيارة عطوس فوقع أرضا. خاف الأولاد على عطوس وصرخوا للسيارات أن تقف كي لا تدهس عطوس. تجمع الأولاد حول عطوس فرأوه جامدا لا يتحرك، ظنوا أنه مات فحزنوا كثيرا. وصل حراس حديقة الحيوانات، حملوا عطوس وجمعوا جناحيه، ففتح عينيه وحاول فتح جناحيه من جديد. وضعه الحراس في سيارة وأخذوه إلى الحديقة العامة من جديد. تعلم عطوس أن لا يسير بين السيارات على الطريق العام. سنبدأ مع السؤال الأول. انظروا إلى الرسم. من راح يسير بين السيارات؟ طاووس. راح الطاووس يسير بين السيارات. إذن راح الطاووس يسير بين السيارات. لننتقل إلى السؤال الثاني. انظروا إلى الرسم. من ركض وراء عطوس؟ ركض الحراس وراء عطوس. ممتاز. إذن ركض الحراس وراء عطوس. من ركض وراء عطوس؟ أحسنتم، ركض الحراس وراء عطوس. لنتابع وننظر إلى هذا الرسم. من صدم عطوس؟ سيارة. ممتاز، صدمت سيارة عطوس. إذن من صدم عطوس؟ صدمت سيارة عطوس. جيد جدا. وهنا في هذا الرسم، من تجمع حول عطوس؟ الأولاد. تجمع الأولاد حول عطوس. من تجمع حول عطوس؟ عظيم،
تجمع الأولاد حول عطوس. في هذا الرسم انظروا جيداً، من أخذ عطوس إلى الحديقة من جديد؟ الحراس، أخذ الحراس عطوس إلى الحديقة من جديد. من أخذ عطوس إلى الحديقة من جديد؟ أخذ الحراس عطوس إلى الحديقة من جديد. والآن يا رفاق، عليكم أن تعيدوا هذه الأسئلة عدة مرات مع أهلكم، وأنا سأقول لكم إلى اللقاء.